عدنا إليكم من جديد مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم مجددا في هذا الجزء الثاني من حلقة اليوم من برنامج البلاد اليوم. الحلقة التي ناقشنا في جزئها الأول زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الجزائر التي ستكون بداية من هذا الاثنين، الزيارة الثانية لها بعد زيارة 2008. الزيارة تأتي بعد أن كانت هنالك زيارة مقررة قبل أكثر من سنة وبعد ذلك ألغيت. الزيارة تأتي بطلب رسمي من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. ماذا ستحمل ميركل في أجندتها في زيارتها إلى الجزائر؟ تكلمنا عن واقع العلاقات الاقتصادية الألمانية في الجزائر ومقارنة بسيطة مع العلاقات الفرنسية والأمريكية والصينية مثلا. أجدد الترحيب بضيوف الأكارم، الدكتور عبد الرزاق صغور المحلل السياسي، أهلا بك مجددا دكتور. دكتور كمال الزيق الخبير الاقتصادي، أهلا وسهلا بك دكتور. ومعي عبر الهاتف عبد الرحمن هادف مكلف بملف العلاقات الجزائرية الألمانية الاقتصادية سابقا على مستوى الغرفة التجارة والصناعة. أهلا وسهلا بك سي عبد الرحمن. أهلا أخي. سؤال أخير لك ونسمح لك بمغادرتنا. أنت تكلمت في بداية مداخلتك في الجزء الأول، قلت بأن الجزائر لابد أن تتعامل ببراغماتية، ويقول الكثير من المراقبين والمحللين على أن هذه البراغماتية يجب أن تتوفر لها معطيات، ويجب أن تكون الجزائر هي المفاوض من موقف قوة وليس من موقف ضعف. ماذا يمكن أن ننتظر من زيارة ميركل إلى الجزائر؟ الاستثمار الألماني اليوم ضعيف في الجزائر، ماذا سيكون، كيف ستكون الصورة بعد زيارة هذا الاثنين؟ نظن أصلا هي الزيارة هذه جات يعني اللي وضع بعض يعني قواعد. نظن انه الالمان اذا كان نظروا الى بلد او اتجاه يعني في الاستثمار راح ينظروا له للمدى البعيد، ونظن هم عندهم دراسات وعندهم يعني خبرات يعني اللي تسمح لهم انه تكون لهم يعني نظره بعيده المدى. اليوم على الجزائر يعني قلت لك انها تختار المجالات اللي تقدر تعمل مع الألمان فيها. عندنا بعض المجالات اللي كنت ذكرتهم كالميكانيك، الصيدلة، كالطاقات المتجددة، وفي الطاقات المتجددة مش كل الطاقات المتجددة، يعني كاين بعض الأنواع من الطاقات المتجددة. ونظن أيضا هناك يعني فيما يخص التكوين، هذه القطاعات إذا كان الجزائر قدرت يعني تفاوض بجديه يعني وبطريقه يعني جد فعاله، نظن انه يكون فيه يعني نتائج في الميدان. والالمان اليوم هما يعني مستعدين. انا كان لي فرصه اني تكلمت مع بعض يعني النشطاء يعني في مجال الاستثمار وفي مجال التجاره الخارجيه في المانيا. الالمان عندهم يعني خاصيه، اذا كانوا انتقلوا الى بلد واستثمروا فيه يعني هم من الاجانب الوحيدين اللي هم مستعدين انهم ينقلوا الخبره، يعني ينقلوا التكنولوجيا الى البلد اللي يستثمروا فيه. يعني هذا الشيء ما نوجدوش في الكثير من الدول الاجنبيه، وهذا من بين يعني النقاط الايجابيه اللي احنا لازمنا نعملوا عليهم. وفي نقطه ثانيه يعني انه الالمان اذا كان استثمروا في الجزائر راح يستثمروا، هم معروفين يعني الاقتصاد الالماني معروف انه مرتكز على المؤسسات الصغيره والمتوسطه، وهذا نعم. هو الشيء اللي احنا محتاجينه اليوم، انه محتاجين انه نطور هذا النسيج، يعني مؤسساتنا الصغيره والمتوسطه اللي قادره يعني تخلق لنا مناصب عمل، تخلق لنا يعني الكثير من الامور، وقادره يعني تسمح لنا بتنويع الاقتصاد بصفه فعاله. نظن هذه الزياره للمستشاره انجيلا ميركل يعني للجزائر هي بادره خير. نظن انه السلطات الجزائريه يعني راح تستثمر هذه الزياره من كل النواحي، يعني سياسيا واقتصاديا ومن كل النواحي. ونتمنى انه كل يعني القائمين على هذا الملف انهم يكونوا يعني جد فعالين، وان شاء الله من اجل ان نشوفوا ان شاء الله نتائج في الميدان في المدى القصير ان شاء الله. شكرا جزيلا سيد عبد الرحمن هادف مكلف بملف العلاقات الجزائريه الالمانيه الاقتصاديه سابقا، كنت معي عبر الهاتف، شكرا على هذه التوضيحات، شكرا جزيلا. عفوا دكتور عبد الرزاق صغور، انت قلت انه لا يمكن ان نتكلم عن الاقتصاد بدون ان نربطه بالسياسه.
يتساءل المشاهد الكريم ويتساءل المتابعون، أي دور سياسي لأدوار اقتصادية معروفة أو الأهداف الاقتصادية لألمانيا معروفة في الجزائر وفي إفريقيا، لكن أهدافها السياسية ألمانيا، أهدافها الأمنية، هل هنالك أدوار دبلوماسية وأمنية وسياسية لعبتها أو ستلعبها ألمانيا في إفريقيا؟ أكيد أنه ألمانيا بحيث أنه نقول بأنها هي الأولى في الاقتصاد في أوروبا والرابعة عالميا، والآن ألمانيا وحتى الصين وكثير من البلدان أنهم يعانون من السياسة التجارية لأمريكا وفي حصار عليها، وربما أول ما حوصرت هي ألمانيا، وبالتالي ألمانيا اليوم مجبرة على إيجاد أسواق جديدة. ومن أجل أسواق جديدة يخص أنه تكون عندك علاقات سياسية متطورة مع البلدان القائدة في منطقتها. أكيد أنه الجزائر دولة محورية بغض النظر عن وجهات النظر المختلفة، لكن الجزائر تبقى دولة محورية في منطقتها. وش هي وجهات نظر مختلفة؟ هناك من يحاول أن يشكك كما تفضلت أنت أنه فرنسا تريد أن تلعب دور الكل، يعني هذا مش رأي، هذا رأي موجود بالضبط، يعني. بالضبط بالضبط. وبالتالي الآن هل فرنسا تستطيع أن تنافس اقتصاديا ألمانيا؟ هل فرنسا تستطيع أن تنافس عسكريا أمريكا؟ هل فرنسا تستطيع أن تناقش أن تنافس ثقافيا الثقافة البريطانية الأنجلو ساكسونية؟ إذن الآن حتى فرنسا لقت نفسها منزوية وأصبحت لا تستطيع أن تكمل سياستها الخارجية إلا عن طريق الحلف الأطلسي أو عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية، الحلف الأطلسي بمعنى أمريكا. إذن اليوم ألمانيا بصفتها قوة اقتصادية كبيرة داخل أوروبا، معناها عندها كلمة قوية داخل أوروبا سواء على فرنسا أو على إيطاليا أو على وحتى بريطانيا في إفريقيا، وبالتالي في إفريقيا نعم، لأنه فيه سياسة إيطالية إفريقية وخاصة في ليبيا، في ليبيا فيه سياسة فرنسية في الساحل وأمريكا، والآن ألمانيا أنها قدمت مساعدات مالية إلى دول المالي والنيجر والتشاد. ربما يقول البعض أنه الدور الأمني أو السياسي أو الدبلوماسي لألمانيا في إفريقيا محتشم، ربما بارزة مثل ما تفضلت في مالي لما كانت الجزائر ترعى للمصالحة بين الفرقة في مالي. مفهوم السؤال ببساطة، ألمانيا دولة منذ الحرب العالمية الثانية خضعت لشروط أنها ما عندهاش سياسة خارجية قوية وسياسة دفاعية قوية. ما زال إلى اليوم، أسمح لي، لليوم هي تحررت منها جزئيا، أصبحت ألمانيا موجودة في أفغانستان، دخلت موجودة في بعض البلدان. الجزائر لها عقيدة أنها لا تخرج من حدودها رغم أنه بعض الابتلاءات، لكن الجزائر لا تخرج من حدودها رغم أنه فيه ضغوط. الأمريكان حبونا نخرجوا من حدودنا، الروس في ليبيا مثلا كانت هناك دعوات من أمريكا ومن روسيا ومن فرنسا ومن فرنسا، منهم الكل، لماذا الجزائر ما تدخلش في المالي؟ ولماذا ما تدخلش في النيجر؟ وعلاش ما تدخلش في تشاد؟ وعلاش ما تدخلش في ليبيا؟ هذه هي نقطة التقاء سياسة دولتين. السياسة الألمانية والسياسة الجزائرية على الأقل بالنسبة لهذا المنطق نجد أنهم متقاربات، في تقارب. الآن وجود الجزائر التي تملك نفس المسافة من جميع الفصائل أو من جميع النزاعات الموجودة في إفريقيا، بحيث أنه معناها دولة غير تدخلية وألمانيا دولة غير تدخلية، أي تنسيق بين ألمانيا وبين الجزائر يعود بالنفع اقتصاديا، بمعنى أنه الآن الجزائر توجد سند قوي من دولة قوية اقتصاديا وبالتالي سياسيا، ما يمكنش أنك تكون قوي اقتصاديا وضعيف سياسيا. طيب والآن معناها ألمانيا تريد أن تكمل دورها السياسي بدور اقتصادي. بالضبط. طيب دكتور كمال الزيق، نتكلم عن هذا الدور الاقتصادي. مثلا البضائع الصينية في الجزائر تمثل 18% من الواردات، من واردات الجزائر، وهو ضعف الواردات الفرنسية. فرنسا تمثل فقط 9%، هذه أرقام سنة 2017. لا أعتقد بأن الوضع تغير كثيرا، ربما هو في نفس الحال على ما كان عليه في سنة 2018. الاستثمارات الألمانية، هل تعتقد بأن ميركل أرادت زيارة الجزائر بعد انخراط الجزائر في طريق الحرير الجديد؟ ما شعرتش ألمانيا بأنها قد تخسر سوقا مهما مثل ما تفضلت؟ لا، هو شوف الآن قلت لك يعني في حراك كما أشار الأستاذ، الآن فيه معطيات جديدة على مستوى
العالم المنظور التجاري، الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الحرب التجارية على الصين، على روسيا، على تركيا، على الهند، على الدول الأوروبية وغير ذلك، وظهور ما يسمى بالحمائية التجارية. صراحة الولايات المتحدة الأمريكي يسبق كل شيء، وبالتالي الآن يعني هذا الحراك مع بروز إفريقيا، يخفاش عليك باللي العشر دول التي حققت أعلى نسب نمو في الناتج الداخلي الخام في 2017 سبعة من إفريقيا، سبعة من عشرة هي من إفريقيا. وبالتالي الآن تكلموا على سوق فيه 54 دولة، نتكلم على سوق فيه تقريبا مليار، ومرشح نسبة الخصوبة عند الإفريقي كبيرة، يعني مرشح أن يصبح هذا السوق زوج ملاير ثلاثة ملاير. وبالتالي الآن في صراع بين دول العالم كلها بدون استثناء، من يكسب ود إفريقيا؟ كي نقول إفريقيا مختلف الدول، ليس هل إفريقيا مهمة إلى هذه الدرجة؟ مهمة، أصبحت مهمة جدا، هي مستقبل العلاقة التجارية من خلال أنها دائما ما يروج لأن إفريقيا هي قارة الفقر، وهي قارة الأوبئة، وهي قارة الأمراض، وهي هذه الدول اللي كانت مشهورة بالأوبئة وبالأمراض هي اللي حققت نتائج نمو في 2017 أوغندا وغير ذلك، يعني برقمين، يعني هي أصبحت الآن قاطرة تستقطب. هذا كلام خلاص، هذا غير هذا قولوا عليه الكوليرا وكسترا راي عندنا، مي هما خلاص هما راحوا هربوا، وبالتالي الان في تسابق. الان الولايات المتحده الامريكيه يعني اوغندا اصبحت افضل من الجزائر من ناحيه الناتج الداخلي الخام، رقمها احسن من الجزائر 1000 مره، اكيد هذا واقع. كينيا احسن من الجزائر، نسبه النمو احسن من الجزائر. انا قلت لك من العشر دول في العالم الاولى سبعه من افريقيا، ما فيهمش الجزائر مع الاسف الشديد، افريقيا السوداء، يعني باش نكونوا صراحه، الدول اللي كانت فيها المجاعة، الدول اللي كانت فيها الإيبولا، الدول يعني سبقنا الجميع. إيه. الآن ميركل ومن حقها أنها شافت بأن يجب للألمان أن يكون لهم، لأن باش تحافظ على قوتها الاقتصادية العالمية لازم تبحث على أسواق ناشئة. إفريقيا هي السوق الناشئ. الدكتور تدعي من كلامك. إيه. لازم تعرف بأنه تواجد الألماني كبير جدا في أوغندا وفي كينيا في هذه المنطقة. وإنه هل هذا هو العلامة الفارقة؟ فاعل من الفواعل. أنا جايك الآن في هذا الصراع بين هذه الدول. أنا قلت لك من قبل، يعني الموقف الألماني تجاه العقوبات الأمريكية التركية يدل بأن في شخصية ألمانية. من يستطيع يقول ترامب لا؟ هي قالت له لا. من يستطيع أن يكسر كلمة أمريكا؟ هي كسرتها وساندت لأن مصالحها، لأن تركيا هي بوابتها إلى آسيا. الآن كيراه جاي ميركل، لازم نغتنم الفرصة، ولا كي يجي واحد آخرين، كيراه جاي رئيس الفرنسي فيما بعد، ليس حبا لا فينا ولا في رئيسنا ولا في دولتنا ولا في حكومتنا. هذو الناس ما عندهمش النفاق، هذو الناس واحد زائد واحد يساوي اثنين، جايين يديروا بزنس. هذو الناس على بالهم باللي بعد خمس سنوات ولا عشر سنوات افريقيا البزنس الفرنسي لم يفيدنا في شيء. انا جايك فوق نجاوبك على الفرنسي، ربحنا والو مع الاقتصاديه. هم جايين يديروا بزنس على اساس اننا نكون بوابه لافريقيا، وهذا البزنس الفرنسي هو اللي خلاه يتقهقر يولي في المرتبه الثانيه، وسيتقهقر. انت تتصور باللي الرئيس الالماني الفرنسي بالامس او قبل امس يعتذر؟ حتى وهذا الاعتذار غير مقبول، لأن ما اعتذرناش لينا، ليس حبا فينا، يمهد الطريق، لأن بكري كانت فرنسا عندها ما يسمى بالهيمنة على الجزائر. أولادها اللي كانت مخليتهم هنا كانوا يشوفوا. هل صحيح أن البزنس الفرنسي هو بزنس منافق؟ أنا أعتبر النفاق الاقتصادي الفرنسي بامتياز، وعلى سبيل المثال ولا الحصر، استثماراتها في المغرب جادة بالمقابلة استثمارها. هل هذا يعود إلى ضعف الجزائر أم إلى قوة المغرب؟ لا ضعف الجزائر، ضعف الجزائر، لأن لو كنا المتعامل الاقتصادي عندما يتعامل، احنا شوف نقول لك حاجة، ربي عطانا واحد الموقع وما ناش مستغلينه، موقع استراتيجي رائع، إمكانات مالية ومادية رائعة. احنا لازم نتفشش على هذو اللي يحب يجوا، احنا نفرض منطقنا. مع الأسف الشديد ولاد فرنسا
هما اللي خلونا نركعوا امام المتعامل الفرنسي ويجيب لنا التشباتق تاعو، يجيب لنا استثمارات المايونيز، يجيب لنا استثمارات سيئه. الان هاو عاود ربي حيانا. رئيس حكومه فرنسا سابقا زار الجزائر وفي اجندته مصنع للمايونيز. ايه عنده باسكو تو عنا قابلين وفرحين ودرنا له جبنا له وسائل اعلام وبيناه كانه حر درنا مش عارف شنو الاستثمار. وبالمقابل انت تتصور باللي المانيا تعطيك علامه مرسيدس تركبها هنا. سؤال اخير قبل ان ننتقل الى ملف العلاقات الفرنسيه، هل حان الوقت لان تتعامل الجزائر مع فرنسا بحجمها وليس باكثر من حجمها؟ اكيد اذا كنا وطنيين بمعنى الكلمه وكنا كاين ناس حابه تستثمر في الجزائر، كاين المانيا حابه تستثمر، كاين الصين حابه تستثمر. شوف شوف احنا لماذا تبقى السوق الجزائريه حكرا على الشريك الفرنسي؟ احنا لازم ننطلق من المنطق اذا كنا وطنيين جزائريين نحبوا بلدنا فقط، ماناش عملاء عند فرنسا. اذا كان ما عندناش باسبور الاحمر، عندنا غير الباسبور الاخضر فقط، صدقني رانا في موقع استراتيجي، كل الناس تحب تتعامل معنا، كل الناس تحب تستثمر. احنا ما نطردوش الفرنسيه، مرحبا بهم، لكن بنفس المنطق بنفس الاسلوب بنفس الطريقه كما الاخرين. طيب. يعني بزنس بزنس، تعامل تجاري اقتصادي، لينظر لي كشريك وليس ينظر لي كمستهلك. طيب. بصح باش تحقق هذه لازم ولادها يعني الجزائر يكونوا وطنيين، حتى النخاع الشوكي يدافع على الجزائر قبل كل شيء. اما اذا كان ولاء وعنده فيلا في باريس وعنده كارت سيجور في فرنسا، ما تنتظرش منه يعض يد يمه، مستحيل. تفضل. ملف المهاجرين غير الشرعيين، الحراقه بين قوسين، او هل سيكون علامه فارقه او محور رئيسي في هذه الزياره مثلا؟ لا اظن انا انه 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 كما قال الاخ اللي كان يتكلم، هو انه العلاقات الجزائرية الألمانية راح تكون مركزة على الأمور الأساسية. هذا ملف المهاجرين غير الشرعيين؟ لا اسمح لي، كان أول حاجة السياسة، يعني معناها التنسيق والانسجام السياسي مع السياسة الخارجية الألمانية والجزائرية، معناها سواء في إفريقيا أو في سوريا أو في ليبيا أو في أماكن، لأنه نحن في حاجة إلى سند معنا في تطبيق سياستنا الخارجية في مناطق أخرى. نحن في حاجة إلى هذا، هذه رقم واحد. رقم اثنين، الشراكة الجزائرية اقتصاديا كما كان يقول الأستاذ غانيون غانيون، معناها ربح ربح، بمعنى أنه نربح ويربح معايا. رقم ثلاثة، كيفاش ربما ندعموا العلاقات الثقافية، نبعثوا طلبة يتكونوا عندهم، نبعثوا ناس مهندسين، لأنه نحن نعلم جدية المصالح الألمانية، والألماني ينقل الخبرة يعني بالضبط. بدون خبرة. الحاجة الرابعة أيضا، ربما راح تتناقش العلاقات الجزائريه الاوروبيه، لانه المانيا جايه مثل ايضا اوروبا، ما تمثلش غير نفسها. طيب باختصار اسمع لي، اسمع لي، اما المهاجرين غير الشرعيين مش يروحوا من عندنا، مش يروحوا، وش عندنا؟ كاين 200,000 مغربي، 200,000 مغربي، وش كاين جزائري فيهم؟ ثم الجزائريين اللي موجودين، لازم تعرف الجزائر اللي يروحوا يهاجروا الى المانيا والى بريطانيا هما نخبه مثقفين عموما، يكونوا مهندسين اطباء اطارات، وبالتالي ما فيش ربما احنا وانت تتذكر والاستاذ يتذكر لما داروا الضجه نتاع اللي تراس السنه واتهموا الجزائريين وبعدين في الاخير الالمان اكتشفوا باللي ولا واحد جزائري موجود في نفس. طيب الأخير. سؤال اخير، سؤال اخير لا سمحتي دقيقه، يعني باختصار لانه الوقت باختصار، عندما نتكلم ملف المهاجر الافارقه لازم نعرفوا باللي هذو الناس ما همش يروحوا من الجزائر، هم يروحوا من تونس، هم يروحوا من ليبيا. اذا انا علاش استوطان؟ احنا المهاجرين اللي جاونا تاع مالي ونيجر احنا تكفلنا بهم ونرجعوهم باتفاق فيما بينهم. فرنسا تريد من الجزائر ان يتم عمليه فتح مراكز لاستيطان. طيب. هذو الافارقه، احنا ما يهمناش هذا الموضوع، خاطينا هذا الموضوع. دكتور عبد الرزاق ساغور، في استقبال المستشاره الالمانيه، تعتقد مثلا احنا كنا سمعنا انه الامين العام للحزب الحاكم في الجزائر سي جمال ولد عباس قال بانه انجيلا ميركل زميله الدراسه، يعني هل ممكن ان نشوف في استقبال انجيلا ميركل سيد جمال ولد عباس ضمن الوفد الذي سيستقبل ميركل بما انها زميله الدراسه حسب ما يقول ولد عباس؟ لا لا اظن بانه نحن نعلم بانه الدوله الجزائريه كان بروتوكول، والبروتوكول متفق عليه بين الدولتين قبل الوصول تاع السيده هذه الى الجزائر، كان بروتوكول متفق عليه مدروس من طرف الرئاسه في الجزائر. يمكن هي
تطلب اذا طلبت هي هذا مشكل واحد اخر، زميلها شيء واحد اخر. اما بالنسبه الى البروتوكول فيه الرئيس، فيه رئيس البرلمان، مجلس الامه، جمال ولد عباس لن يلتقي بزميله، لا هو رئيس حزبه، رئيس حزبه، هذا مشكل شخصي، هذا ماهوش مشكل دوله، يمكن خارج الاطار إيه؟ يعني لانه مشكل شخصي مش مشكل دوله، يعني مش مشكل زياره دوله باش يدخل هو في هذا الاطار. طيب ننتقل، الوقت لم يبقى لنا الكثير من الوقت، دكتور كمال رزي، كيف ستنعكس زيارة أنجيلا ميركل على العلاقات الجزائرية الفرنسية الاقتصادية؟ شوف بكل صراحة، فرنسا تخاف الآن؟ شو تخاف فرنسا؟ إذا وجدت وطنيين يعني قلبهم محروق ومازال دم الشهداء يمشي فيهم ماشي تخاف، يعني عندما تجي ميركل الجزائر يكون الاطادالات في فرنسا من المفروض، لكن اذا كان ولادها هنا وريضامنا الماتش وريضامنا اللعب على بالها بالزياره كسائر الزيارات الاخرى، ولا ان يبقى الى فرنسا. لماذا؟ لان من ياتيك هي القوه الاقتصاديه، لكن حسب المعطيات. لحظه فقط دكتور كمال، اثرت نقطه مليحه، الوطنيه، وطنيه المسؤولين، المعطيات مؤخرا تقول بان فرنسا بدات تفقد الحصريه التي كانت تتميز بها في السوق الجزائريه. اكيد اكيد، معناه فرنسا منزعجة اليوم، الوضع ليس الوضع كما كان سابقا، كاين وضع جديد، لأن الطرف الجزائري الثاني كينزعج، الكيل بمكيالين. لا أتكلم الأمور السياسية، معروف الأمور السياسية، النفاق الفرنسي في قضية الصحراء الغربية، في قضايا كثيرة، في قضية ليبيا ما أخذ فيها، الشيخ هو أحسن مني، لكن حتى في النفاق الاقتصادي، نحن عندما نرى أن فرنسا تعامل الجزائر غير معاملتها للدول الأخرى في الجانب الاقتصادي، من حقنا احنا أننا نبحث على شركاء جادين، وربي قلت لك جاب لنا هؤلاء الشركاء الجادين حتى عند رجلينا، ماشي احنا رحنا اليوم، هي جاية، وبالتالي قلت لك عندنا موقف الآن قوي جدا أننا نتعامل مع الجميع بدون إقصاء. أنا ما نقول لك نقصي فرنسا، فرنسا هي بصدد إقصاء نفسها، تعاملاتها الاقتصادية النفاقية إن صح التعبير هي اللي خلتها استثمارتها في الجزائر مجدية ذات فائدة؟ استثمارات التركية أحسن منها ألف مرة، عدد المؤسسات التركية لهنا ألف مرة أحسن، عدد مناصب الشغل اللي فتحتها المؤسسات التركية أحسن من الفرنسية. شكرا. سؤال أخير لك دكتور عبد الرزاق صغور، لأن الوقت انتهى باختصار، ما هي خلفيات تحركات الإليزية الأخيرة؟ يعني الاعتذار والاعتراف بتطبيق نظام تعذيب إبان ثورة التحرير موريس أودان، ما هي الخلفيات؟ أكيد أنه ماكرون أراد بهذه الحركة أنه يمهد لزيارته المقبلة للجزائر اللي راح تكون، وبالتالي حب يقول بأني بد عربون ثقة بأنه اعترفوا كما قال الأستاذ على كلهم اعترفوا بواحد فرنسي مو جزائري الأصل فرنسي، ولكن لما اعترف بالتعذيب معناها انه بدايه لاعترافات اخرى. الان كما قال الاستاذ يخص على المفاوض الجزائري هو الذي يفرض وليس الفرنسي، الفرنسي اكيد انه سوف يتهرب، اكيد انه سوف يحاول دائما ان يجد مخارج اخرى، ولكن على المفاوض الجزائري انه يفرض. واعتقد انه وزير الشؤون وزير المجاهدين البارح تكلم، شفناه في القنوات وحتى في فرانس 24 قال هذه بدايه حتى اننا سوف نطلب ونفرض مطالب اخرى. شكرا. في عمليه الاعتراف بالجرائم الاستعماريه، ولانه في الحقيقه ليست مشكله برك الاعتراف، لانه الجزائر لا الان المطلب الرئيسي هو اعتراف بالجرائم الاستعماريه، هذا ولا والتعويض، هذا هو المطلب الرئيسي. شكرا جزيلا دكتور عبد الرزاق صاغور المحلل السياسي، شكرا على مشاركتك معنا وعلى هذه التوضيحات دكتور، شكرا جزيلا. شكرا. دكتور كمال رزيق الخبير في الاقتصاد، شكرا جزيلا على مشاركتك معنا، كما كان معنا في النقاش في هذه الحلقة السيد عبد الرحمن هادف مكلف بملف العلاقات الجزائرية الألمانية الاقتصادية سابقا. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج البلاد اليوم، ألتقي بكم غدا في نفس التوقيت ونفس القناة وموضوع جديد، إلى الملتقى، شكرا لكم.